الفريق اللي كانوا بطل ونائب البطل الموسم الماضي هما اللي مثلوا الجزائر حاليا تصفيات دور نهائي لان هذا دور تأهيلي فقط. دور النهائي اللي راح يكون في شهر ديسمبر في تونس. بالنسبه للمجتمع البترولي حقيقه فاز بزوج مباريات، هذا مباشر خير يعني بالنسبه لنا. اما بالنسبه لدار البيضاء كان في هزيمتين في انطلاق البطوله، كنا نفكر فقط ان اليوم في مباراه بين سنستغل هذه الفرصة في الشوط الأول هذا للحديث مع السيد عبد الرزاق بالقادي هو مدير المنتخبات الوطنية، لنتمنى أن يعطينا بعض المعلومات حول الفريق. تحت 14 سنة، تحت 16 سنة، تحت 18 سنة والفئات الكبرى. بالنسبة للفتيات، بالنسبة للذكور، كنا شاركنا البطولة الإفريقية تحت 18 سنة في القاهرة في شهر سبتمبر الفار، حصلنا على المرتبة الرابعة، هذه أول حاجة أولى في السلة للفتيات الجزائريات. نظن الفتيات ظهروا بمستوى جيد. حتى الآن الفريق الوطني كبريات راح يتكون أساسا من هذه الفتيات، يطلعوا من الفئة تحت 18 سنة. هل فيه معناها كما تكلمنا عن الذكور، قلنا عن اللاعبين مختلفين، عند السيدات هل فيه فرق كبار الشبية يعاني من مرض الآن؟ صح، نظن نتمنى له كل الشفاء، وكمال خونا وحبيبنا ومدربنا وخادم في كرة السلة، وعطى الكثير كثير كثير كرة السلة وكثير للاعبين اللي الناس ما تعرفش كثير. كمال ماهوش مدرب فقط، كمال هو أب أخ، يتبع اللاعبين، يحوس لهم على العمل، الناحية الاجتماعية، يتأثر بالمشاكل تاع اللاعبين. حتى وين مؤخرا راحوا جماعة من الاتحادية راحوا زاروه في المستشفى. 24 ثانية لأن هي على في الحقيقة 24 ثانية مديورة باش يعني صور جميلة، صور جميلة في المدرجات تعرف دولفين بويز و على أن لا تكون هذه الألعاب النارية فوق الميدان. إذا فريق الصوالي والدخول تحت السلة قريب من بعيد، محاولة بثلاث نقاط تعميق الفرق 38 مقابل 31 لصالح فريق الصوالي. هذه أول مرة وأن الفرق يكون بسبع نقاط في بداية اللعب في الربع الثالث هذا. إذا على الصوالي الآن أن يستغل هذا التفوق. شوف التمريرات تحت السلة، شوف التمرير جيد هنا، لكن لحظة وبالرمضان أمين، والرمضان أمين نهاية المباراة بتفوق فريق الصوالي على فريق النصر حسين دايك ب 73 مقابل 63. شوف اليوم مباراة كانت في مستوى أكيد شاهدنا المباراة. الموني تايم هو المحدد بالنسبة للنتيجة الفوز. نشكرك سي محمد بوفنيك على حضورك معنا في هذه المباراة، نتمنى تكون مباريات أخرى إن شاء الله تكون كذلك مبرمجة في قاعات تكون مثل نقدر نقول مثل الصوالي ممكن تكون، وإنما نطلب إذا كان في حصة أفضل بالنسبة لكرة السلة لما تشوف مباراة في المستوى. كذلك نشكر الجمعية التحكيمية بالعيد أجلي كم ممكن. إذا دخلت الجمعية التحكيمية
من ستوالي في إطار هذا اللقاء من الجولة 11 للبطولة الوطنية لقسم ممتاز لكرة السلة. نشكركم على حسن انتباهكم وإلى الملتقى إن شاء الله في مواعيد ريالية أخرى. شكرا.